بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم أمين. في موعظة الجمعة ونحن في أول يوم من أيام رمضان، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على الصيام والقيام وسائر الأعمال، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، اللهم أمين. عندما يتفكر الإنسان في رحمة الله سبحانه وتعالى، يجد نفسه مغمورا برحمات الله في كل جنبات حياته. وأحدث النعم التي تستوجب منا الشكر أن أحيانا إلى شهر رمضان، وأعاننا على الصيام، وأعاننا على فتح المصاحف لقراءة القرآن. فالله من رحمته يعرف عباده مواطن الخير، ويرشدنا إلى مواسم الفضل، بل سبحانه وتعالى يضع أيدينا على الطريق وأقدامنا على الطريق الصحيح. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. لذلك عرفنا ربنا فضل رمضان، وعرفنا نبينا مكانة رمضان، وعرفنا ثواب الصدقة وثواب الطاعة. كل هذه من أفضال الله على عباده، لأنه رحيم كريم سبحانه وتعالى. أول بيان لمنزلة رمضان أن الله سبحانه وتعالى اختاره الوقت الذي بدأ فيه نزول القرآن، أو لنزول القرآن جملة واحدة، نزل من السماء السابعة من اللوح المحفوظ إلى بيت العز في السماء الدنيا جملة واحدة، ثم بدأ النزول به إلى الأرض في شهر رمضان في ليلة القدر. في ليلة القدر قال ربنا، يبين لنا مواطن الرحمة، قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا القرآن هو شهره هذا رمضان، شهر القرآن. والقرآن هو دستور أمتنا، وهو روح حياتنا. ربنا يقول في القرآن: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك صلى الله عليه وسلم لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. روح هذه الأمة القرآن العظيم الذي نزل في شهر القرآن في هذا الشهر العظيم. هذه الأمة فضلت وميزت عن الأمم كلها بكتابها وبرسالتها وبإيمانها بربها وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر. الإنسان في القرآن الكريم عندما يطالعه يعرف لماذا خلقه الله، لأي غاية خلقه، بل حدثنا القرآن على قبل إيجادنا، وبعدما أوجدنا وضع لنا قانونا وبين لنا الطريق، ثم بعد ذلك بعد الوفاة والموت والانتقال إلى الله علمنا ربنا سبحانه وتعالى أي طريق سيسير فيه الإنسان في الدنيا سيكون جزاؤه في الآخرة. بل إن هذا القرآن هو شرف المؤمنين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، والذكر هو الشرف، هو المكانة العظيمة لهذا الإنسان المسلم. القرآن هو عزنا، القرآن هو شرفنا، القرآن هو مجدنا. هذه الأمة قبل القرآن وقبل الوحي وقبل الإسلام، هل كان أحد يعبأ بها؟ هل كان أحد يعرفها؟ هل كان لها قيمة؟ هل درى بها أحد من أهل الأرض؟ أبدا، لم يكن لهم أي دور على ظهر الأرض، لم تكن لهم أي رسالة، لم يكن لهم أي هدف، كانوا يعيشون في جهالة وضلالة. حتى شرق
الأمة، شرق الأمة وغرب شرق العالم وغرب العالم كان فيه حضارات عظيمة، والعرب لم يكن لهم أي قيمة، حتى أنقذ الله سبحانه وتعالى للعرب وحدهم بل البشرية كلها، أنقذهم بالقرآن. ولذلك صيحة عمر محفوظة عند الصغير والكبير فينا: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، إذا طلبنا العزة في غير الإسلام أذلنا الله، عزنا ديننا. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين دخل على كسرى يبلغه الرسالة ويعرفه أن أمة أوجدها الله وأخرجها الله للناس من الظلمات إلى النور، من خصائصها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، دخل سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ويقول حين دخل على كسرى يبلغه الرسالة ويعرفه أن أمة أوجدها ربنا سبحانه وتعالى لما دخل عليه على غير العادة المعهودة، كان الناس إذا دخلوا عليه يذهبون إلى كسرى عندما يرونه يسجدون له ويقبلون الأرض بين قدميه، لكن سعدا لم يطأطئ رأسه، لم يطأطئ رأسه أبدا. هكذا المسلم رأسه عزيز لأنه يطلب العزة من الله، العز في كنف العزيز، ومن عبد العبيد أذله الله. نحن أمة بناها القرآن وبناها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، أمة عزيزة. هذه الأمة العزيزة لسان حالها كما قال الشافعي: إذا أنا عشت فلن أعدم قوتا، هاكل هاكل، وإذا أنا مت لن يتركوني، فلن أعدم قبرا، ونفسي حرة أبية ترى المذلة كفرا. المؤمن لا يطأطئ رأسه إلا لله. كان الناس من عادتهم إذا دخلوا على كسرى يسجدون له ويقبلون الأرض بين يديه، لكن سعدا لم يطأطئ رأسه ولم يسجد له، لأنه سجد لله سبحانه وتعالى، والساجد لله لا يسجد لمخلوق أبدا. دخل سعد، ارتفعت هامته، ظهرت عزته، تعجب كسرى: من الذي غير هؤلاء؟ من الذي بدل هؤلاء؟ من الذي حولهم إلى هذه الصورة الكريمة؟ قال سعد: كلمات من نور، كنا أذلاء فأعزنا الله، وكنا فقراء فأغنانا الله، وكنا ضعفاء فقوانا الله، وكنا متفرقين فجمعنا الله، وأرسل فينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آيات ربنا، فإن آمنت بنا، إن آمنت بما أنزل إلينا آمناك، خلاص لن نقاتلك، وإن لم تؤمن بنا وتؤمن بما أرسل به نبينا صلى الله عليه وسلم تدفع الجزية، وإلا فالسيف بيننا وبينك حكم حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. كلمات من نور، كلمات من نور. هذه الأمة عرفت بالقرآن الذي نزل في هذا الشهر، ابتدأ نزوله في هذا الشهر، شهر رمضان، شهر إحياء لذكرى نزول القرآن بالتلاوة والتعبد آناء الليل وأطراف النهار، وهذه مزية وأفضلية لهذا الشهر. فافتح كتاب ربنا واقرأ وتدبر وافهم واعمل، وادعو الناس إلى كتاب الله عز وجل. ألا ترى أن لهذا القرآن عجائب؟ إن كثيرا من أهل الغرب الذي نعيش فيه مثل هذه المغنية التي سحرت بقراءة الشيخ عبد الباسط والمنشاوي وأسلمت وبدأ وتركت الغناء وبدأت تقرأ وتقلد المنشاوي وغيره. سبحان الله، سبحان الله، القرآن له سحر عجيب في القلوب. هذا المسلم الذي يؤمن بربه واعتاد على قراءة القرآن الكريم عليه أن يقرأ القرآن قراءة أخرى، قراءة غير أي قراءة في رمضان، قراءة تدبر
وقراءة معايشة وقراءة تأمل وقراءة فهم حتى يعمل به، حتى يصل إلى اليقين وإلى الإيمان وإلى مرتبة ومصاف المتقين. المزية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث فيه ضعف، يقول أن رمضان أوله رحمة للعشر الأوائل، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. وإن كان الحديث الصحيح أن لله عتقاء له من النار في كل ليلة، في كل ليلة. ربنا يجعلنا وإياكم منهم، سبحان الله. وكأن هذا أمرا عجيبا جدا من الله سبحانه وتعالى. أرأيت هذا الفضل؟ تبدأ بالرحمة وتنتهي بالعتق والنجاة والفوز، لا بشيء دنيوي. الفوز الحقيقي عندما نرضي ربنا سبحانه وتعالى ويرضى عنا. الفوز الحقيقي فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الفوز الحقيقي هو أن يسعدنا ربنا سبحانه وتعالى ويأخذ بأيدينا بطوق النجاة إلى السعادة. فمن أخذ رمضان كما أراد الله وأقبل على طاعة الله وتجرد وخشع وتاب واستغفر وأناب، أخذ هذه المزية وارتفعت درجته، فنالته رحمة الله ونالته مغفرة الله، وأصبح من الذين يعتقهم الله من النيران. اسأل نفسك عن صلاتك، هل تصلي السنن؟ هل تصلي الفرائض كما ينبغي؟ هل تحافظ عليها؟ هل أجلت شيئا من كتاب الله؟ أو أجلت شيئا من الطاعة والعبادة؟ أبدا أبدا. هل تطيل الوقوف بين يدي الله مستمتعا بقراءة القرآن؟ هل تطيل الركوع والسجود؟ عند ذلك افرح، عند ذلك افرح، افرح وسر ويسر قلبك ولا تتألم. وقل بلسان قلبك وعقلك ولسانك وجوارحك: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نسأل الله أن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين. الفضيلة الثالثة في رمضان أن ثواب الصدقة فيه مضاعف أضعافا كثيرة. من تقرب فيه بخصلة من الخير، سنة من سنن الخير، عمل مستحب من أعمال الخير، كان كمن أدى فريضة، ثوابه كالفريضة فيما سواه. كان هذا العمل القليل في رمضان يساوي أجر الفريضة وثواب الفريضة، سبحان الله، أجر الفريضة وثواب الفريضة في غير رمضان. ومن أدى فريضة فيه كان له أجر يضاعف إلى 70 أجر، 70 أجر وزيادة، والله يضاعف لمن يشاء. وبالتالي كلنا، أنا وأنت وجميع المسلمين، يحرص دائما على المتاجرة مع الله سبحانه وتعالى. تخيل لو قيل لك إن تاجر بيكسب مكسب دنيوي يعطي أرباح من الحلال تزيد على 10 أو 20، كلنا نسارع. لماذا؟ لأننا نبتغي الزيادة، زيادة. لكن الزيادة الحقيقية هي زيادة الباقية، لأن ما عند الله أبقى. ربنا يقول: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فلنسارع إلى عمل الخير، جميع أعمال الخير وأعمال البر. الاستغفار الأجر فيه مضاعف، التوبة الأجر فيها مضاعف، الإحسان الأجر فيه مضاعف، زيارة المريض الأجر فيه مضاعف، الصدقات الأجر فيها مضاعفة، قراءة القرآن الأجر مضاعف، السنن الأجر مضاعف، الفريضة الأجر مضاعف. كل خصال الخير التي تصنعها في هذا الشهر يزيد فيها الأجر من الله سبحانه وتعالى. ترى أيضيع الناس هذه التجارة وهم يتاجرون مع رب كريم رحيم يقول لنا أنها تجارة لن تبور، لن تفسد أبدا، لن تكسد أبدا، بل دائما ربنا يقبل ويعطي الأجر العظيم. الفضيلة الرابعة في رمضان أن الله عز وجل جعل في وسط آيات الصيام الدعاء في وسطها، قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لما جاءت هذه الآية في هذا المكان في وسط آيات الصوم
وفي وسط الحديث عن فرائض الصوم، لو طالعت القرآن الكريم يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويرجع مرة ثانية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. لماذا جاءت هذه الآية، آية الدعاء وإذا سألك عبادي عني، في وسط آيات الصوم وفرائض الصوم؟ لأن المؤمن، لأن الإنسان، لأن المسلم في هذا الشهر قريب. ما الذي قربه؟ الصوم. أصبح قريب، قريب بإيه؟ لأن صومه جعله من المتقين بتقواه. قريب بإيه؟ لأنه أمسك عما نهاه الله. قريب بإيه؟ لأنه أقبل على طاعة الله، فأصبح قريبا من الله، والله قريب منه، أصبح قريب من ربنا وربنا قريب منه. يقول ربنا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. سبحان الله. وهذا ما يجب أن نحس به دائما، أن الله معنا وهو معكم أينما كنتم. يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هكذا يقول ربنا. هذا القرب يشعرك بإيه؟ الرحمن الرحيم قريب منا بالأنس، يشعرك بإيه؟ بالرعاية. قل: من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، في حد غيره سبحانه وتعالى؟ بالرعاية، يشعرك بالعناية، يشعرنا بالرحمة. سبحان الله. الصحابة رضوان الله عليهم في الطريق مع رسول الله رفعوا صوتهم في الأذكار، قال لهم صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم، خفضوا أصواتكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، من عنق الناقة التي يركبها. هذه فضيلة من فضائل شهر رمضان، فاستكثروا فيه من الدعاء لأنفسكم ولأولادكم ولأهليكم ولأحبابكم وللمسلمين ولعامة المسلمين ولأمتنا، أن يعيد الله مجد الإسلام، أن يعيد الله بناء الإنسان المسلم الذي يعرف حق الله سبحانه وتعالى، الذي يعيش بقلب طاهر، يحب الخير للناس ويدعو الناس إلى النور الذي يحمله، لا يبخل بنور الإسلام بل ينشره في كل مكان يعيش فيه. من فضيلة هذا الشهر التيسير، التيسير. ربنا يقول في القرآن: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. المؤمن يعتقد أن التكاليف الشرع من أولها إلى آخرها هي ميسرة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أعلمنا في القرآن وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تكاليف الشرع من صلاة وصوم وحج وعبادة من أولها إلى آخرها ميسرة، ميسرة، فيها رحمة. الصوم بالذات من أيسر الأمور، ظاهر الأمر أنه امتناع، امتناع عن الطعام والشراب طوال اليوم، الظاهر فيه أنه فيه شدة، لكن كم من شدة في باطنها نعمة. كثير من الشدائد بيخرج من رحمها الأمل والنور والرحمة والخير. كم من ضيق في ظاهره لكن في حقيقته سماحة ويسر وخير إن شاء الله، إن شاء الله. هذه الجائحة الذي نحن فيها إن شاء الله سيعقبها خير كبير من الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. انظروا، انظروا، ربما يقف الطبيب أمام المريض عاجزا بكل أدواته وعقاقيره وأدويته، يقول الأطباء: لا أستطيع أن أفعل له شيء، لكن يأتي الأمر من الرحمن الرحيم أن يكون فيه الشفاء فيشفى، سبحانه وتعالى. الصوم، عليك بالصوم، امتنع عن الطعام والشراب، ربما يكون كذلك علاج للإنسان. كل الناس أصابتهم التخمة وعندهم أمراض في الجهاز الهضمي، الصوم قد يكون علاج. الصوم كمان ينشط جهاز المناعة، الصوم كمان بيجعل الإنسان أقرب إلى ربه سبحانه وتعالى. الشرع الحكيم يسر على الناس العبادة،
يسر عليهم العبادة، وأعلمنا أن المائدة بيت الداء، طوال الشهر تأكل 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 تأكل، يأتي هذا الشهر ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. في الشهر ده في رحمة، يريد الله أن ينجينا من العسر والضيق إلى التيسير، يبقى يكون الصيام شفاء للأرواح وشفاء للأبدان. أليست هذه نعمة؟ إنها نعمة كبرى من خالق الأبدان ومعطي الأرواح الله جل جلاله سبحانه وتعالى. من مزايا هذا الشهر وفضله أن فيه ليلة واحدة هي ليلة القدر تعدل أكثر من 80 سنة عبادة. أسلافنا السلف الصالح كانوا يلتمسونها من أول رمضان، من أول رمضان يطلبونها، يريدون أن يتحقق فيهم الإيمان والتقوى، مع أنهم يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر، في العشر الأواخر من رمضان، لكن من أول يوم في رمضان يجتهدون في الطاعة، يجتهدون في الطاعة، لا يقفون عند حدود الأيام الوترية في العشر الأواخر فقط، لا، بل كانوا دائما يجتهدون في الطاعة من أول يوم في رمضان. يتعلم السهر، لكن أي سهر؟ سهر مع أنوار الله، مع القرآن الكريم، مع الذكر، مع الطاعة، مع الدعاء، مع الاستغفار، ليس سهرا تافها أبدا. إنما ربنا يقول والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله، تريد ذلك الأجر فاسعى إليه، اسعى إلى ربك، أروا الله من أنفسكم خيرا، تعبد، قم الليل. ربنا سبحانه وتعالى يقول على هؤلاء الحريصين على الآخرة، يقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يقول عنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الذين يحرثون في الدنيا لا يريدون منها إلا خيرها، يسهرون من أجلها، لكننا نسأل الله أن نكون من هؤلاء الآتين وهم طلاب الآخرة، نسهر من أجل رضا ربنا سبحانه وتعالى، نطلب الأجر في الدنيا والآخرة منه. من علامات المؤمنين أنهم يتاجرون ويسافرون ويأخذون ويعطون، هذا في باب الحلال المطلوب، لكن لا تلهيهم أبدا التجارة، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. في رمضان من أول يوم في رمضان اجتهد في قيام الليل حتى تصل إلى ليلة القدر. ليلة القدر علم السلف أنها في العشر الأواخر، لكنهم اجتهدوا من أول يوم في رمضان. رمضان شهر العزة، لأن الإسلام كل الشرائع فيه عزة، لا تذل نفسك فيه إلا لله، ولذلك شهر رمضان شهر الانتصارات والفتوحات الإسلامية. أكثر الفتوحات كانت في رمضان، أكثر الفتوحات كانت في رمضان غزوة بدر الفرقان التي نصر الله فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام مع قلة عددهم. فتح مكة كان في رمضان، فتح الأندلس كان في رمضان، جميع الانتصارات الحاسمة كانت في رمضان على عباد الله في شهر الله، في شهر القرآن وشهر رمضان. لماذا؟ لأنهم انتصروا على أنفسهم. حين ينتصر الإنسان على نفسه ينصره ربنا سبحانه وتعالى على أعداء الإسلام. فرصة أن ننتصر على أنفسنا، أن نغير عاداتنا، أن نكون من طلاب الآخرة، أن نكون من عشاق القرآن الكريم ومن عشاق طاعة ربنا الرحمن الرحيم. فرصة أن نغير حالنا، فينظر الله إلى قلوبنا فيرى فيها خيرا ويرى فيها سعيا حثيثا وتنافسا حتى ننال الرضا. عند ذلك تنزل رحماته علينا. عندما ننتصر على أنفسنا ينصرنا على غيرنا. إن تنصروا الله إيمانا وتقوى وعملا وبرا وأخلاقا، وكل شيء في حياتكم تكون مرتبطة بكتاب الله وسنة رسول الله، إن تنصروا الله بإيمانكم في قلوبكم
ينصركم في الميدان وفي جميع مناحي الحياة. هذا المسلم عليه أن يحرص على أن يحصي ساعات يوم رمضان، وأن يقضيها جميعا في رمضان في مرضاة الله عز وجل، إما في صلاة فرض أو نافلة، إما في قيام في البيت نصلي بالأهل. افتح مصحفك، لا تغلقه أبدا، إن شاء الله لا في رمضان ولا في غير رمضان، إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى، إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. ينبغي على المؤمن دائما أن يكون عنده حس الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. المؤمن الذي يحسب وقته ويعرف ما يريده المولى سبحانه وتعالى دائما لا يضيع وقته أبدا، إنما يقول كما قال الشاعر: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، دقائق وثواني. فهو يسعى سعيا حثيثا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، لا يضيع ولا يفتر أبدا عن طاعة الله سبحانه وتعالى. اجعلوا بيوتكم محطة لنزول رحمات الله، عاملوا أزواجكم وأبناءكم المعاملة التي يرضى الله عنها، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في نسائكم، اتقوا الله في أولادكم. لا بد أن تراقبوا الله في بيوتكم وفي أعمالكم، عاملوا أولادكم وعاملوا أبناءكم المعاملة الطيبة، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. عندما يستقيم القلب تستقيم الجوارح، وإن استقام القلب في هذا الشهر بتجديد التوبة وتجديد العزم، وأن يخلع جميع الأخلاق التي لا ترضي الله عز وجل ويحولها إلى جميع الصفات والأخلاق التي ترضي الله سبحانه وتعالى، ويتوب ويبدأ صفحة جديدة، ثق يقينا يقينا أنه عند ختام العمر، لأنه مهما طال نحن راجعون إلى الله سبحانه وتعالى، ستسمع بقلبك وعقلك وروحك: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا ما نرجوه وما نأمله وما ندعو به ربنا سبحانه وتعالى من كل مسلم يخشى الله ويشعر بلقاء الله عز وجل. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا، واجعلنا من عتقائك يا رب العالمين من النار. اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم اللهم موتانا، وارحم اللهم موتانا. اللهم تقبل أعمالنا، اللهم تب علينا، اللهم برحمتك الواسعة عمنا، واكفنا شر ما أهمنا وغمنا، وعلى الإيمان الكامل توفنا وأنت راض عنا. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والداء والغلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أيقظ أمتنا من غفلتها، ووحدها من فرقتها، واجعل مرجعيتها كتابك وسنة نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم وحد صفوف المسلمين تحت راية القرآن. اللهم ارفع عن المسلمين الضر يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين حرر إخواننا المعتقلين في سجون الظالمين. اللهم حرر إخواننا في سجون الظالمين. اللهم حرر إخواننا من سجون الظالمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين يا رب العالمين. اللهم حرر قلوبنا وحرر عقولنا من كل شيء لا يرضيك يا ربنا. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين مهديين. اللهم آمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.